صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قرار رقم 8 لسنة 2020 بنقل وتعيين مديرين في وزارة شؤون الشباب والرياضة، وجاء فيه ما يلي: المادة الأولى، ينقل السيد راشد عبد اللطيف الزياني مدير إدارة التخطيط والسياسات والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ليكون مديرا لإدارة الشؤون القانونية والتراخيص بوزارة شؤون الشباب والرياضة. المادة الثانية، يعين في وزارة شؤون الشباب والرياضة كل من الشيخة نورة بنت عيسى بن عبد الله الخليفة مديرا لإدارة المشاريع، عبد الكريم عبد الحميد المير مديرا لإدارة الفعاليات والبرامج.